كلمة للفريق الاشتراكي سيد نائب محترم حسن طريق. سيد الرئيس، السادة النواب، سيدات النائبات، سيدان الوزيران، سعيد لكي أخذ الكلمة باسم الفريق الاشتراكي لمناقشة القانون التنظيمي رقم 066/13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. هذا قانون تنظيمي مهم وأساسي، ويستكمل أو يحاول استكمال البناء المؤسساتي والدستوري لبلادنا، ويضع لبنة أخرى من لبنات القوانين المؤسسة لمنظومتنا السياسية والدستورية. نحن أمام اليوم أمام محكمة دستورية، دستور 2011 عامل على ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. دستور 2011 يدعم مسار التحول الناضج. ننتقل من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إلى المجلس الدستوري، ثم اليوم إلى المحكمة الدستورية. دستور 2011 يمنح وظائف جديدة للقضاء الدستوري، ويعزز دمقراطة الولوج للقضاء الدستوري بالانفتاح على مقاربة جديدة هي مقاربة الدفع بعدم الدستورية. دستور يخول للمواطنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القوانين التي تطبق عليهم في حالة النزاع القضائي. لذلك نص مهم وأساسي ومكمل للمنظومة الدستورية. سنتحدث أساسا عن المنهجية، وسنعود للتأكيد على اختلافنا المطلق مع الحكومة في منهجية تدبيرها للقوانين التنظيمية. ننتظر من المحكمة الدستورية أن تمارس دورها كاملا في الانتصار للشرعية. ننتظر من القاضي الدستوري المغربي أن يتمثل وظيفة القاضي الدستوري في لحظات التحول الديمقراطي وفي لحظات تدعيم البناء الديمقراطي، وظيفة حماية الحقوق والحريات، وظيفة الدفاع عن المؤسسات والمساطر، وفي الحالة المغربية وظيفة التأويل الديمقراطي. لذلك عندما نلجأ إلى سلطة القاضي الدستوري لكي نطعن ولكي نسائل بعض القوانين التي تبدو لنا غير دستورية، فالأمر لا يتعلق بمعارك سياسية صغيرة. الأمر يتعلق بدفاع عن الشرعية، بتمثل للحرص على دستورية ممارساتنا وقوانيننا، والحرص على تراتبية القاعدة القانونية، والانتصار للمؤسسات، وإغناء والمساهمة في النقاش العمومي عبر استصدار تحاليل وقرارات ملزمة للجميع. لذلك فموقفنا في قضية التنصيب كان موقفا سياسيا يستند إلى قراءة دستورية تعتبر بأن الحكومة تحتاج إلى تنصيب عندما يتغير أو تتغير أغلبيتها. المحكمة الدستورية ذهبت في اتجاه آخر عندما اعتبرت بأن الحكومة تظل منصبة ما دامت تحتفظ بنفس البرنامج. وفي القضاء وفي القانون الدستوري المقارن هناك دائما نقاش طويل ما بين هل الأولوية للبرنامج أم الأولوية للأغلبية، والقاضي الدستوري قال كلمته. وهذه القضية كذلك ستكون وسيكون لنا في القادم الأيام الكثير من التشيار بلغة رئيس الحكومة، لأن المجلس الدستوري بهذا التحليل أكاد أقول ورط كذلك الحكومة. عندما سنلمس كمعارضة من الحكومة أدنى تغيير في البرنامج سنطالب
من القضاء الدستوري بأن يصدر قرارا يقضي بإعادة تنصيب الحكومة ما دام أن المعيار هو البرنامج. سنرى هل سيتغير هذا البرنامج أم ستتغير الإجراءات والتدابير. سنرى، لا بد، إيوا سنرى ذلك. على كل حال في هذا الموضوع مثله مثل مواضيع أخرى في القوانين التنظيمية لن نمل السيدان الوزيران من التأكيد على اختلافنا مع منهجية الحكومة في تدبير القوانين التنظيمية. لقد قلنا ذلك في مناقشة البرنامج الحكومي عندما أثنينا على إعلان الحكومة عزمها تدبير ملف تنزيل الدستور بطريقة ديمقراطية وتشاركية. الآن تثبت الممارسة أن هذه النية وأن هذا العزم ظل حبيس الصفحة السابعة من برنامجكم الحكومي. لقد تابعنا عند أول اختبار عندما تعلق الأمر بقانون التعيين في المناصب العليا كيف عملت الحكومة إلى إحالة القانون في زمن مخصص لمناقشة القانون المالي، وكيف فعلت ما في وسعها لتسريع مناقشته. وطبعا لم يكن في نية الحكومة الاستماع إلى المعارضة وهي تقدم نصا بعيدا كل البعد عن تصور الدستور لتوزيع الصلاحيات. نية التنزيل الديمقراطي والتشاركي ستتحول إلى مقاربة تلوي عنق الروح التوافقية للدستور وتجعل كتابة النصف الثاني من الدستور مطبوعة بالانفراد والأنانية المؤسساتية، خاصة عندما ستعلن الحكومة عن وجهة نظر غريبة وغير ديمقراطية وغير دستورية، وهي أنها وحدها من يملك حق المبادرة التشريعية في مجال القوانين التنظيمية قبل أن يقول المجلس الدستوري كلمته، وتؤكد الرسالة الملكية الموجهة إلى ندوة 50 سنة من العمل البرلماني على ضرورة احترام الدستور واحترام الحق الأصلي للبرلمانيين في التشريع، حق لا معنى لكلمة برلمان بدونه. نعود اليوم لسؤال المنهجية، وهو سؤال لم يعد مجرد مطلب للمعارضة ولم يعد مجرد تحليل سليم يعتمد المنطق السياسي الصحيح الذي يفترض أن تعالج القوانين التنظيمية بحد أدنى من التوافق، لأنها جزء من الكتلة الدستورية وجزء من البناء المؤسساتي الذي أنتجه المغاربة، أجيال من المغاربة التي نضلت من أجل الديمقراطية بعد دينامية نضالية وبعد حوار عمومي واسع. لا نريده اليوم أن يختزل في لحظة استكمال كتابة الدستور إلى مجرد مبادرات حكومية تتكئ على معطى الأغلبية العددية لفرض تصورها للمؤسسات. اليوم سؤال المنهجية هو جزء من المرجعية السياسية للبلاد. اليوم واجب اللجوء إلى حكمة التوافق وفضيلة الحوار في مجال القوانين التنظيمية، هو مسألة أكد عليها خطاب جلالة الملك وهو يفتتح أشغال هذه السنة التشريعية. فما الذي تغير منذ ذلك الوقت؟ لقد تابعنا النقاش حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تابعنا النقاش حول لجان تقصي الحقائق بكل المهازل التي شهدتها هذه القاعة، وتابعنا النقاش حول المحكمة الدستورية، ونتابع النقاش حول القانون التنظيمي للحكومة. ويحق لنا اليوم أن نتساءل، ألم يكن هناك أبدع من مكان؟ ألم يكن من الواجب الإخلاقي والسياسي أن تنفتح الحكومة على أصوات أكبر، على أصوات مغايرة وعلى وجهات نظر مختلفة؟ أليس من حق المعارضة ومن حق الفاعلين المدنيين والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وهيئات الحكمة أن تعبر عن أفكارها واقتراحاتها حول مؤسسات بلادها، سواء تعلق الأمر بمؤسسات الحكمة أو بمؤسسات للسلطة التنفيذية أو بجزء مهم من المعمار المؤسساتي مثل المحكمة الدستورية؟ مع الأسف ليس من حقكم الانفراد بكتابة النصف الثاني من الدستور. مع الأسف مسألة المؤسسات الدستورية نراها أكبر من ثنائية الأغلبية والمعارضة. مع الأسف ستتحمل المعارضة مسؤوليتها الوطنية، وكما عبرنا بأن مسألة تنزيل الدستور ليست مسألة لتسجيل النقاط السياسية
وأننا جميعا يمكننا نتحول إلى أغلبية، لكن الحكومة تتمسك بالتدبير الانفرادي وتصر على وضع الدستور جانبا بتبديد روحه التوافقية وتهميش تأويله الديمقراطي تحملا للمسؤولية. نحن أمام مؤسسة أساسية، سنصوت بالإجابة على هذا المشروع، لكن بعد ذلك نؤكد باسم الفريق الاشتراكي بأنه ستكون لنا كلمة أخرى إذا استمرت الحكومة في منهجيتها غير الديمقراطية في تفعيل الدستور. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. كلمة الآن للفريق الحركي. النائب المحترم.